عمرك وقفتي قدام المراية وسألتي نفسك، هو أنا إزاي قادرة أكمل؟ عمرك ركزتي بجد في تفاصيلك؟ فقد إيه أنت مختلفة في إن لو حتى قالولك إنك نسخة من مامتك لسه فيكي حاجة بتاعتك أنت وبس؟ فعنيكي وقد إيه بتتكلم في جرأتك وإنك واثقة إنك جميلة حتى من غير ما حد يقولك ده. خليكي كده قوية، عارفة إنك فيكي حاجة تانية ومصدقة إنك فيكي حاجة بتاعتك أنت وبس، ومن غير ما تحسي اختلافك ده اللي بيخليكي تكملي.